الرحيم. أيها الحبل الكريم، انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط العاشر بتعداد أشواطنا العامة لهذه الفترة الصباحية لهذا السن، سن الحقائق القعدان. نتواصل وننطلق معكم إلى أول المراكز وإلى هذه المنافسة الجميلة بتنافس الشعارات التي تتواجد بقوة وبتحدي على أرضية ميدان التحدي الذي يشهد هذه المنافسة الجميلة. أول المراكز هنالك مصيح من يتواجد بأول نداء، مبارك بن سعيد اللجبع الخيرين يقدم لنا هذا الشعار الجميل وهذا الاسم الذي ينافس الأسماء المتواجدة. ثاني المراكز هنالك شعار بن شابل يتواجد برفقة الحنيش حمد بن ناصر بن شابل المري يقدم لنا هذا الاسم المشارك والمتواجد. ثالث المراكز هنالك مكلف خالد بن محمد آل الشيخ الكواري، ورابعا أتابع هنالك التواجد من قبل حبشان محمد بن فرج بن جرموت المري، وهنالك القدوم من قبل المركز الخامس ولد المتحد محمد بن ماجد بن حلفان المري. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى مصيح 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 من انطلق برفقة هنالك صيحات الجماهير التي ترافق مصيح مع الصدارة. مصيح المملوك المبارك بن سعيد اللجبع الخيارين، ولكن بن شاب القادم مع الحنيش ولذعة الحنيش التي منطلقة مع المركز الثاني الحنيش لحمد بن ناصر بن شابل المري. ثالثا يتواجد بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة ولد المتحد، من بدأ يتحد قواه بانطلاقة محمد بن ماجد بن حلفان، وهنالك الغدوم والسيل الجارف من قبل المنطلق سلاب عبد الله بن محسن ألف هيده المري، وهنالك القادم والوصول من مدلل الدلل يا مدلل محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا مدلل، ولكن أعود مع بن شابل أو هنالك الصدارة هنالك المقدمة برفقة بن شابل برفقة الحنيش 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 على الصدارة الحنيش حمد بن ناصر بن شابل المري، ولكن مدلل مدلل وهنالك المتواجد والمنطلق سلاب سلاب الحنيش مدلل. صراع الأقوياء فطاحلة المضمرين، بدأت التغيرات بدأت الانطلاقات، سلاب ومدلل مدلل مدلل من انطلق مع الناموس من انطلق مع التتويج. التهاني والتبريكات محمد بن زايد بن محمد المنصوري على حصول مدلع على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من قبل سلاب لعبد الله بن محسن في هذا المري، المركز الثالث الحنيش المملوك حمد بن ناصر بن شابل المري، المركز الرابع كان الوصول من قبل الأقصى لعلي بن راشد الراية المري، المركز الخامس حبشان لمحمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. ثاني التبريكات نزفها للجميع، والثانية موصولة لمالك مدلل من انطلق وحقق أول المراكز وكان متدللا بانطلاقته المميزة حاملا شعار محمد بن زايد المنصوري نجم المواسم، من يقدم لنا الأسماء المميزة ومن يشكل لنا هذه الأسماء الجميلة وتواجد هذا الشعار في جميع الميادين. نعود بحضراتكم لنشاهد الإعادة والملخص التفصيلي لمجريات شوطنا الذي مضى عندما كان شعار مبارك اللجبع الخيرين هو القائد لهذه الانطلاقة وتسلل الحنيش إلى أول المراكز بشعار بن شابل، وها هو مدلل ولحظة وصول إلى خط النهاية وانتزاع إلى أول المراكز. توقيت الزمني 3 دقائق بدون ثواني 8 أجزاء من الثانية. الثانية تبقى محمد بن زايد المنصوري. ثاني المراكز كان الوصول من قبل سلاب بتوقيت زمني غدا 3 دقائق ثانية جزء واحد من الثانية. الثانية تبريكات لعبد الله بن محسن بن راشد الفيد المري، المركز الثالث كان وصول من قبل الحنيش توقيت الزمني 3 دقائق و1:07 من الثانية. الثانية تبريكات لحمد بن ناصر بن شابل المري من قدم لنا الحنيش بانطلاقته المميزة من حصل على